أي بسم الله نقرأ نقرأ يا شافعي، أن الشافعي اليوم تعبان شكله، أنت تعبان اليوم؟ أكيد مع الظاهر ما نمتم جيد أنا. أي بسم الله. فصل أعذار الجمعة والجماعة. أي فصل في أعذار الجمعة والجماعة. اعلم أن المصنف هنا والفقهاء جمع بين أعذار الجمعة والجماعة لأنهم متحدان. معنى هذه الأعذار أنها تسقط وجوب الجمعة، هذا شك. الشك الأول تسقط وجوب الجمعة. الشك الثاني أنها تسقط إما يعني وجوب الجماعة على القول بوجوبها وحرجها أو كراهتها إذا قلنا بسنيتها، لأن السنية متأكدة فتركها يقتضي ماذا؟ يقتضي الكراهة. يقتضي الكراهة. فهذه تعتبر أعذار، هذه تعتبر أعذار نظر وجود المشقة فيها، ولهذا سقطت الجمعة أو الجماعة عمن وجدت في هذه الأعذار. ولقد نظمها بالرسلان بقوله وعذر تركها وجمعة مطر وحل وشدة البرد وحر ومرض وعطش وجوع قد غاد ظهر أو غلب الهجوع. ومرض وعطش وجوع قد ظهر أو غلب الهجوع. فإذا وجدت هذه الأعذار وعذر تركها وجمعة مطر، إذن الأنواع ما كل هذه الأنواع فيها مشقة. لا يشترط المشقة لتهذب بالخشوع، لا، حتى أقل منها، وهي لكن المهم تكون المشقة لها وقع بحيث أنه يكون في حضور الجماعة مشقة. بعضهم قال لا تحتمل عادة، وقيل هي التي تهذب بالخشوع وما في الصلاة. لكن هنا المدار على المشقة التي لا تحتمل عادة، خرج به المشقة اليسيرة، فهذه لا تضر كما سنبين إن شاء الله. أي كمل قال إيش؟ المطر، المطر مثل الثلج والبرد، لكن بشرط أن يبل الثوب، بأن لم يكن معه سيارة أو كان في طريقه. أما لو كان له كن، بأن كان له ساتر بحيث يمكن أن يمشي في طريقه، فهنا لا تسقط عنه الجمعة والجماعة. إذا لابد أن يكون، إذا من أعذار الجمعة والجماعة المطر والبرد والثلج. إذا قيد أن يكون كبيرة، يكون كبير وفيه مشقة في الحضور. إذا كان كبير هذا يشك، يؤدي إلى المشقة. أيوة كمل قال لك. إذا هذا هو المطر صحيح، هذا هو المطر، ومثل البرد مثل الثلج كما قلنا. أيوة بحيث بشرط أن يكون يجد كن على طريقه، يعني ساتر أو كان في سيارة، هذا يعتبر غير معذور، يجب عليه الحضور. أيوة كنن يعني ساتر. أما إذا جد كان في طريقه ما شاء الله في حائط أو في شيء يستره عن المطر، ففي هذا الحال لا يعد عذرا، هذا لا يعد عذرا. أنا أستغرب هنا الجمع بالتقديم، ما هم ما يعملون به مع أنه أمطار هنا ولا يعملون به. طلاب كن لا يبلل، إذا قوية يبللك. أنا جربت المظلة، يلا 50-50 تنفعك فقط. أما البلل سيأتيك يعني. اللهم أن تحمي رأسك وتحمي جيبك فقط، الرأس وهذا تحميه فقط، وعليه السلام، وإلى البقية لا تحميه. أيوه. والمرض الذي يشك كمشقة المرض، وهي التي لا تحتمل عادة، وبعضهم قال التي تذهب الخشوع. فإذا كان به مرض يشك معه الحضور الجمعة والجماعة يعتبر عذر في حقه، هذا يعتبر عذر في حقه، وهذا كله قبل حضور الجمعة. لو حضره في الجمعة وهو مريض تكلف وحضر، خلاص وجب عليك حضور الجمعة. قال لما وصل المسجد أنا سأرجع، ماشي رجوع، قد حضرت خلاص، قد زالت المشقة بحضورك، تكلفت. نعم ما يكمل قال إيش؟ إذن هذا المرض، المراد بالمرض الذي يشك معه تحمل ماذا؟ تحمل الذهاب إلى المسجد والصلاة في جماعة. أيوة. وكذلك التمريض من لا متعهد له، شخص مريض أردت أن تمرضه أو أن تشتري له حاجاته وليس له متعهد آخر،
أو له لكن مشغول بعلاجه لا يستطيع أن يخرج، فهذا يعتبر عذر من قريب ونحوه. أيوة. إشراف القريب على الموت. كذلك إشراف القريب على الموت، إذا كان عندك قريب سيشرف على الهلاك ويحتضر، وحضور عنده قريب أو صديق يأنس بحضورك، اصبر حتى تثبته بحضورك، هذه السنة، ويعتبر هذا عذر من الجمعة والجماعة، وهو أن يحضر له صديق أو قريب أو صديق عزيز يحضره الموت، فلا تخرج. وإذا كان لك جمعة أخرها، وكان عندك جماعة. أيوة. أو يأنس بالليل. أو إيش؟ يأنس. أو كان يأنس يعني ما هو قريب ولا يحتاجه، يعني في من يقوم بتمريضه لكن يأنس به الميت، الميت يرتاح يجد أن يجلس عنده، كان يحب أن يكلمه إذا كان يأنس به. أما إذا كان لا يأنس به هذا لا، إلا إذا كان ممرض أو متعاهد أو معين. نعم. أيوة. ومثله الزوجة. ومثله كذلك أيضا الزوجة، لأن الزوجة لا يجوز لها إيش، لا يجوز الخروج إلا بإذن من، إلا بإذن الزوجة، صح ولا بالزوج صحيح ولا؟ فنعم، فهذا يعتبر عذر. أيوة. والسن هو المملوك. لحظة قبلك عليك، هو الزوجة، عيد العبارة. ومثله الزوجة والسن. ومثل الزوجة يعني في ماذا؟ في في إذا كان يشرف على الهلاك، صح؟ الذي أشرف على الهلاك إما أن يكون صديق، إما أن يكون أخوك أو ابنك، يعني قريب جدا، أو ليس بقريب ولكنه مثل الزوجة لأنها قريبة، تعتبر قربة أشد أحيانا من القريب، مثل الصهر، فهذا مثله بمعنى أنه إذا أشرف على الهلاك طبعا يعذر، يعني يعذر في حضوره طبعا وتثبيته، نعم، عند مشارف الموت. أيوة. والمملوك. قال لك وليش وال؟ وكذلك المملوك، العبد المملوك كذلك أيضا هذا يعتبر مثله. نعم، هذا كله معطوف على ما تقدم، هذا إذا كان يأنس بحضورك من عبد مملوك أو صهر أو قريب، هذا يعتبر عذر. أيوة. والصديق. وكذلك الصديق كشرنا لي سابقا، صح، قلنا الصديق لأنه يشك عليه عدم حضورك أو ذهابك وهو يحتضر. نعم. أيوة. والأستاذ الصحيح أو لا، أي المدرس. نعم. والمعتق. وكذلك إذا المعتق، أن هؤلاء كلهم لهم حقوق، صح أو لا، لهم حقوق. والعتيق. والعتيق كذلك أيضا لأنه مولى. أيوة. ومن الأعذار الخوف على نفسه. كذلك إذا كان يخاف على نفسه، واضح، بالذهاب مثلا كان في مكان موحش فخاف على نفسه، أو خاف على ماله، أو خاف على عرضه، قال بل حتى ولو خاف على مال غيره، لأن النفوس والأموال إذا ذهبت لا يمكن أن تعوض، واضح، مفهوم. والجماعة ليست شرطا ولا ركنا، هناك من يقوم بها، صحيح ولا؟ لأن الكلام هنا على الجماعة التي هي فرض كفاية، ليست فرض عين، الكلام هنا على الجماعة التي هي فرض كفاية أو سنة، ليست فرض عين، فهناك من يقوم بها، فلهذا الأولى أن يقدم المصلحة من حفظ النفس وحفظ المال دون الاختصاص. أيوة. أو عرضه أو ماله وملاك. أو عرضه كذلك، يعني العرض هو محل المدح والذم، لأننا مطالبون بحفظ العرض، مطالبون بحفظ العرض، فالعرض هنا يعتبر من مواطن، ماذا؟ مواطن التي يشرع لها، أي يسقط فيها إذا كان يخاف عليه، يخاف بأن يتكلم عليه إلى آخره، أو يقذفونه أو يتكلمون على زوجته إذا تركها وحدها. أيوة. وملازمة غريمه. كذلك الغريم إذا كان يلازمه، شوف، إذا كان عندك غريم يعني شخص يدينك، شخص له عليك دين مثلا، شخص له عليك دين، غريم، أن الغريم تطلق على المدين وعلى الدين، شخص له دين عليك وكنت معسر وما عندك بينة، أو عندك بينة ولا يقبلها القاضي، فأنت معذور، فتخشى أنت إذا وجدته في المسجد أن يحبسك، يمسكك ويقول لك ادفع، وأنت معسر،
بخلاف إذا كنت مسر، ففي هذه الحالة يعتبر عذر، لأن فيه مشقة عظيمة. الحبس الغريم فيه مشقة عظيمة، وفي خلل المروءة وإحراج بين الناس، قد يكون أشد من المرض، قد يكون وقعه أشد من. نعم أيوة. كيف حبس؟ مدينة ولا دائم؟ أيوة يعني حبس إذا كان عنده نعم، أما إذا كان معسر فلا. لكن لا يحجزون مدة طويلة، يزيل حتى يعرف، أو تأديب له حتى إما أن يقر أن عنده مال، أو يتبين بأنه ليس له مال أصلا. إذا تبين ليس له أصلا مال يجب على الحاكم أن يتركه، لأنه يجب على المعسر صاحب الدين والغريم يجب عليه الإنظار. لكن هو متى ينظر؟ إن قامت بينة على إعساره. في الصور اللي ذكرناه ما في بينة بإعساره أصلا، ماذا يفعل الآن؟ هنا يتخفى منه، يهرب. صح، لو مسكك الدائن أعانك الله. أيوة. كذلك رجاء وعفو عقوبة. مثلا قتل، قال ولو كان قصاص، قتل نفسه محرمة، وبعدين تاب إلى الله ورأوا يأمل عفو، لأن غالبا بعد القتل الزمن الأول يكون العصبة في الحرارة، صعب تسامح وتطالب القتل، صح ولا؟ فهو أراد أن يختفي مدة حتى يمتص هذا الاختفاء الغضب الموجود في الأقار، ربما يعفون فيما بعد. فرجاء العفو لا بأس، فليحضر الجماعات لأنه يعتبر معذور، واضح؟ لتحصيلي العفو، واضح؟ نعم أيوه. كذلك مدافعة الهبح، حدث كذلك أيضا، إذا كان عليك حدث اقضه، صح، ويعتبر عذر من الجماعة. مدافعة الحدث سواء كان بولا أو غائطا، نعم، هذا يعتبر عذر من الجمعة والجماعة. أيوة. كذلك إذا ما عنده لبس لائق، مثلا طالب علم ما حصل كوفية ومخل بالمروءة الخروج بدون كوفية، هذا يعتبر عذر، لأن ما يخل بالمروءة وليس من الأداب ربما يكون وقعه أشد من السيف، أشد من العصا، ما يقع في إحراج شديد، فهذه الصورة يعذر في الصورة. أيوه. وغلبة النوم. وكذلك غلبة، مش غلبة شيء، غلبة النوم. إذا غلبه النوم كحالنا ما شاء الله، صحيح ولا صحيح؟ كحالي مهدي، أستاذ مهدي هل يحال لاحظ نعاسنا؟ هل يلاحظه؟ خليه يكتب، هو يمكن يلاحظ أحيانا، أو جاء ما شاء الله، خاص ينحب النهاية، مش طويل. ما شاء الله، حضرت الدرس في الطريق، كيف الإرادة قوي حق هذا الاختيار؟ يا أنا عندي جواب. ما هو جوابك؟ الشائمة. هم أجابوا، نعم، بس الأجاب جواب فيه اعتبار كله. هو قلنا إحنا إشكالنا هذا. لا يحل المشكلة. نعم لا يحل. أن يفرق بين الأفعال الاختيارية والإجبارية والاضطرارية فقط. لكن هذا مشكل على مذهب الأشاعرة للتعميم، هذا مشكلة. فكيف نفرق بينهما؟ أي لكن هو المشكلة، إحنا جبنا بهذا، وفي النهاية الاختيار من أين يكون؟ هذا المشكلة. هذا كلام الشائعة، أما ما تجيبني توقفوا عن الاختيار، عن اختيار الإنسان لا يؤثر بعد ذلك من يختار الاختيار. هذا المشكلة. أيوة، لا على المتى ما تردي خلي، على ما تردي، لكن على الأشاعرة، الأشاعرة يعتقدون بأن إذا خلاص مثل جبرية. أيوة هذا هو. اعتبار بس، هذا هو يعني اعتباري، فرق، هو هذا المشكلة، فرق اعتباري. أنا قدمنا هذا الأشياء على قول الشاعر، في النهاية كله اعتباري. وهذا صراحة الطوفي حلل هذا، الطوفي جميل. أي بس هو حلل هذا وأتى بهذا الإرادة، وبعدين بحثنا عن جواب ما وجدناه، حلله وقال نحن، قال لو تأملنا لو وجدناه في النهاية يرجع إلى الجبرية. أفضل الطريق في المسألة هذا أن نعلمهم طريقة ما تريدين.
لكن هذا مشكل يا شيخ. لو إذا وقفتم هذا، هل وقفتم هروبا من الإشكال، أو أنتم تعتقدون ماذا؟ أن الماتريدية الأصل موافق الأشاعرة في أن كل ما يقع في الكون من اختيارات العبد ومن أفعاله ولو قلبية من الله، حتى الاختيار قياس مذهبهم أن يوافق الأشاعرة. فكونهم سكتوا فقط هذا ما هو تحرير المذهب، هذا ما هو تحرير المذهب العقدي. أيوه في إشكال، هذا معروف أنا قررنا لهم قبل قليل هذا. نعم. لا بس شوف بعضهم لما يعجبك لما حلل الموضوع، بعضهم يحلله ويقول هذا الإشكال يحتاج إلى جواب. هذا التحليل جميل. هو الطوفي حلل وقال النظر الفريقين إلى أين، ذكر مذهب الأشاعرة، بعدين أتى بهذا الإيراد مع أنه ما رجح، بس هو ظهر يميل إلى كلام الأشاعرة، بس هو سرده بدون ترجيح، بعدين أتى الإيراد على الأشاعرة، بس ما أتى على ترجيح على القدرية، ذكر مذهب القدرية. لا هو أقرب إلى أهل السنة الطوفي، أقرب إليه، أحيانا يوافق. من النابلسي من هذا المعاصر القديم قديم، عبد الغني النابلسي. اما ذا المفكر هذا اللي معاصر، هذا ما مفكر بس استغربت انا. النابلسي عبد الغني، الشيخ عبد الغني النابلسي معروف. نعم. ها المحدث معروف. نعم. يروى طبعا البخاري، شامي هذا معروف، شامي معروف. نعم. ايوه الان بقي الان خلاص، جيت في اخر الدرس اليوم، ما ادري ايش السحور، بس كرة العين بنعوضها في المساء ان شاء الله، سنزيد ان شاء الله الى قريب السادسة، للسادسة بعدين، بعد السادسة ان شاء الله جلان جلان. اليوم السحور كأنه ما ادري، ما هو غليظ على البطن صح؟ اللحم ما ادري. اليوم جلسه يتجشعون قبيل، ما رايت بس هو اظن يطبخوه من الفطور، يتركوه الى السحور. يطبخوه الساعه كم؟ يطبخون الساعه كم؟ بعد الصلاة ويبقى ما يضر، ما يتغير. قريب انا كنت خافوا من الفطور مطبوخ. انا جاءتني وسوسة، انا بطل اليوم احس بحرارة حموضة، الان خف الان، بس الان نعاس شديد فينا مدري كيف، بس بنكمل لان الفصل هذا. لا هو لو نكسر النوم قليل فقط. نعم. أيوة. مع وجود السيارة، وجود المواصلات، هذا يعني هل هو العذر المعتبر؟ المطر عادي. أي نعم، لكن هو في الحقيقة علم أنه نعم، هو على مذهب الشافعي نعم، لأنه كلهم في المسجد مثل طلاب المعهد، نعم ما في عذر هنا، لكن اللي يجون من برا مساجد هذه ما يطبقون. لا نشوف مساجد كبيرة ناس يجون بعيد، بعضهم بالدراجات ما يطبقونه. أنا استغرب هنا في ماليزيا وإندونيسيا ما يطبقون الجمع بالمطر، يطبقون الوهابية يطبقوه مطلقا في معهد وفي غير معهد، ماشي تفصيل عندهم. مشقة موجودة يا شيخ، يجون بالدراجات كثير منهم، يعني لو تجد نصف المسجد تجي بالدراجات أو مشي هناك على قدام قريب. أيوة أنت تريد المشقة العظيمة، لأن أنت حتى بعض المصلين مش لابد كلهم. نحن لو ننظر الجامع هذا اللي قريب في الطريق هناك، في كثير مصلين صح؟ أنا رأيت بعضهم يأتون مشين على قدام، بعضهم على الدراجات، بعضهم بالسيارات، إذن طائفتين هذه فقط يمكن تشكل نصف المسجد، كافية في مشروعية يكفي. ويتعدى صاحب الدراجة جدا في مشقة، صح صاحب السيارة ما بيتأذى، لكن صاحب هذا وسيأتي. البلل في الثوب، يعني تبلل في الثوب ما وجد كنا. نعم. أي كمل قال إيش؟ أيوه. وسيأتي
وشدة الريح بالليل. شدة الريح بالليل، بالليل هو بعضهم قال ما هو قيد. شدة الريح بالليل غالبا تكون باردة شديدة، هذا الغالب. ولا قال لو كان فيه سموم، السموم هذه موجودة في حضرموت، ريح حارة جدا، هذا إذا وجدت عذر تعتبر وتأذى منها، وتأذى بعضهم يتأذون منها، لكن هي نادرة. الغالب الذي يؤذي الريح بالليل باردة، هذه تؤذي، فيها مشقة لما ذهب المسجد مع هذا الريح الباردة. نعم أيوة. وشدة الجوع والعطس. وشدة الجوع كذلك، شدة الجوع واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عشاء مع طعام، مع طعام مثلا، ولأن هذا يذهب الخشوع، واضح، وكل شيء يذهب الخشوع ينبغي إيش؟ ينبغي أن يؤخر، فينبغي أن يأكل حتى يذهب الجوع ثم يحضر. ومرض وعطش وجوع قد ظهر، لابد من ظهورهما، يكون قويين بهذا القيد، ليس أدنى عطش، ليس أدنى جوع، هذا ليس بعذر. أيوة. وشدة البرد كذلك، شدة البرد بحيث يكون في الحضور معها مشقة، مشقة لا تحتمل عادة أو تذهب الخشوع، مشقة لا تحتمل في العادة أو تكون مذهبة للخشوع. عندكم درس شيخ ساعة كم؟ الليل تسعة ونصف درس إلى الظهر. ما هو أمس قلتوا في درس وسيأتيكم مدرس بطل، بطل يخاف من كوفيد، يأتي من الخارج، هو يخاف من كوفيد أو كيف، أو لو ربما كيف قال إلى الساعة من أستاذ خارجي أو داخلي؟ خارجي داخلي، بس كيف تدور وليش ينام؟ الظهر نوم يا شيخ، ينامون الظهر يستريحون استراحات، صح ولا لا؟ الشيخ أنا بالليل هذا ليس بقيد، وليس بقيد الغالب، لكن لو في ريح عشان قال كأنه لا 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 في تعقب شديدة بالليل، ظلمة هذه أيوه ظلمة شديدة، لكن لا، لكن ريح ظلمة شديدة، ومثل السموم فيه ريح تسمى السموم هذه في النهار، يعني هذا أذن كأنه أذن ثاني داخل في الريح، داخل في الريح مثل الريح، هو ريح سموم ريح. لا أنا شدة الريح وشدة الظلمة اثنان، نعم. خلي هذا وحده أيه، لكن السموم هو الريح. نعم. ما عقّوا عندك إيش بعده قال؟ وقالوا من الأزر العام شدة الريح والريح الباردة وظلمة شديدة بالليل. بالليل إيش بعده؟ أو بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس دون النهار. دون النهار كمل أيه. نعم لو استدرك استدراك الآن أيوه. لو تعذى بالشديدة فيه كتأذيه بالوحد فعذرون يعني إذن في النهاية السموم في النهار ما دام في، لأن الغالب هذا قيد الغالب، الغالب الريح التي يتأذى منها متى؟ في الليل. لكن لو وجدت ريح شديدة مثل السموم هذه، هذا موجودة في حضرموت، هذا في بعض الأيام تأتي، وأيضا في السعودية تأتي في بعض أيام تكون شديدة جدا صعب تخرج بها هذه السموم، أيضا موجودة في قريتي أنا تأتي، كانت أول تأتي تقريبا 4 أشهر في السنة، شديدة شديدة معها الغبار وحارة أشد من الريح في الليل، والله أشد، ما تستطيع تمشي فيها، كل غبار يدخل فيك، هذا يعتبر عذر، ما فيه مشقة شديدة. هذا مش موجودة هنا أظن. تأتي يوم تخف يوم تشتد، يوم تخف كانت الآن خفت، الآن لم تعد تأتي إلا نادرة. الناس يغلقون أبوابهم لا يخرجون من البيوت، هذا نفسه في النهار السموم، هذا عذر قوي. الشيخ استدركه، هذا يدلك على النهار ليس بقيد حقيقة، صح ولا إنما هو بالنظر إلى الغالب. أكمل ماذا قال؟ وشدة البرد والوحل، وحل كذلك الوحل، صح ولا؟ إذا كان يشق المشي فيه، لأن الوحل يؤدي إلى المشقة وربما أدى إلى السقوط وما ظلنا، ففي مشقة المشي فيه، نعم مشقة تذهب الخشوع. أيوة والحر، وليش؟ حر
كذلك الحر إذا اشتد، إذا كان شديد بحيث يكون فيه مشقة تمنع ما تمنع الخشوع أو أبلغ من ذلك. أيوة. وسفر الرفقة، سفر الرفقة كذلك، سفر رفقة كذلك، إذا كان سيؤدي إلى ترك الرفقة، إذا كان عنده رفقة سيؤدي إلى تركهم مثلا، وقال سفر رفقة صحيح أو لا؟ الآن هنا في عذر صحيح أو لا؟ سيؤدي إلى الاستيحاش، وهذا الاستيحاش ربما يكون أعظم وقعا من وقع المرض وهي الوحشة، فيعذر يصلي منفردا. نعم. أيوة. أكل منتن بشرط ألا يقصد به إسقاط الجمعة والجماعة. أكل منتن دريان منه أو 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 ثوم مثلا، بشرط ألا يقصد به قطع الجماعة وإلا بقي الإثم إذا قصد به الإسقاط. لو أكل الثوم عامدا لأجل يسقط عن نفس الجمعة، هل يسقط؟ لا يسقط، ويصلي في الخارج. نقول له صلي الجمعة خارج المسجد، جلس يجلس في الخارج، يجلس هذا كذا يقول الفقهاء، يجلس في الخارج. لو أكل الثوم متعمدا لإسقاط الجمعة لا تسقط الجمعة، ماذا نفعل؟ نقول يجلس برا، حضر واجلس في الخارج، يحضر هنا ويجلس هناك خارج. أيوة. إذا تقرب إلى الجماعة هذا حرام، كيف ما يجوز هذا؟ إن الملائكة تأذن، يتأذن منه بنو آدم، الناس في موسم الدوريان هذا، لكن هل تبقى روائحه في الفم؟ تبقى رائحه يا أستاذ مهدي، ينبغي أن نغسل ولا يؤذي الناس، إلا إذا كان رائحة الدوريان عند الماليزيين طيبة ليست من المهموزة عند بعض الناس، عند بعض الناس يعني كل أجانب بس ليس، أما كل الماليزيين ما يموذي. الشيخ ما شاء الله يريد أن يأكل هذا، أجوعته وشوف له تريد أن تأكل دوريان؟ كثير من الناس لا يجيب دوريان. الشيخ قال هكذا، يتخيل أنه يأكل دوريان. لا كثير من الناس لا يجيب دوريان. حتى الماليزيين؟ نعم. كيف حتى الماليزيين هذا؟ أيوة كمل يا شيخ، إيش بعده قريبة؟ أيوة كمل. إن لم يمكنه إزالته. إذا لم يمكن، إذا كان إزالته فليزيله. فاضح، بل تجب إزالته بالنسبة للجمعة. واجب إزالته. لأن حضور الجمعة واجب. أيوة. وتقطير سقوف الأسواق. كذلك تقطير سقوف، لأن غالبا تكون متسخة. سقوف الأسواق، الآن كثير من الأسواق يكون لها سقوف. هذه السقوف تكون مثقبة وفيها بعد الأمطار فيها أوساخ تتقطر، صح ولا؟ هذا غالبا الإنسان يعني وإن لم تكن نجسة غالبا تكون وسخة، تؤدي لاتساخ الثوب، لاستكثار، صح ولا؟ فهذا يعتبر عذر، لأن مع الأمطار فيه مشقة في المشي تحتها، لابد تنتبه وأنت مستقذر، صحيح ولا؟ وإن لم تكن نجسة غالبا تكون متسخة قذرة، واضح؟ غالبا تكون قذرة، ولكن لو شككت في طهارتها ايش الحكم؟ نجسة او طاهرة؟ حق الاسواق هذه كيف؟ موجود عندك اكيد، عندكم موجود في موجود في اندونيسيا، موجود في اليمن، في موريتانيا، موجود في اسواق هكذا فيها شعبية، فيها السنك ومثقب، هذا السنك او خشب ومثقب، وتجد في مع بعد المطر يقطر، والمشي فيه إذا كان لابد طريقك إلى فيها في هذه الأسواق المسجد في مشقة شديدة في المرور، لأن غالبا ما يكون هذا الماء قذر، هذا نجس أو طاهر؟ الأصل ما هو؟ الطهارة، أصل فيه الطهارة، بس قلنا مو شرط أن يكون نجس، قد غالبا يكون نجس أو يكون يعني مستقذر، لكن الأصل طهارة. مرة يقولون أن تريم شيخ ملا شيخ له، شوارع تريم شيخ ملا شيخ له. واحد مرة جاء إلى تريم قال بشوف كيف، هل هذا صحيح؟ دخل هذا قديما يعني أيام كان فكرة قوي يعني، ومرة تحت بيت فرموا فوقه ماء، يعني ما يرمون الماء كأنه فرمي أنهم فعلوا شيء ورموا الماء إلى الخارج فأصابه في الطريق، فقال يا أهل الدار هذا الماء طاهر ونجس، أنا ذهب إلى المسجد. فقالت له المرأة لقد نجسته بلسانك أو بسؤالك،
نجسته بسؤالك. يعني ايش؟ انت لو لم تسأل الاصل ما هو طهر، بسؤالك نجسته، يعني نجس انك بحثت عنه. تندم قال صحيح كلامه. ايش بعده؟ وزلزلة. وكذلك ما بين اولى زلزلة هذه، ان الناس يخافون منها صحيح ولا نعم، كان لك خوف، بل هي ابلغ، هي عذر من جمعة الجماعة. ايوه فصلون ما شاء الله، هذا يا ذا الجماعة. ذكر محشي ايوه كذلك عدار، قالوا السمين سمن مفرط، هذا عدل ما يقدر يمشي، هذا يتعب. جلن جلن متعب عليه، اذا ما عنده آلة نقل، ما عنده بعير او عنده حمار ما يتحمله، اي حمار بيحمل السمين سمن مفرط، واذا مشى كيف بيمشي؟ ما يستطيع يمشي من هنا الى هناك، هذا السمن المفرط يعتبر عذر. السيارة. أحيى بعض السمة المفرط لا تسع سيارة إن وسعت. مرة كنت في موريتانيا أنا، وبعدين واحد مصري، كأنه مصري مثل جبل، يعني قولك مثل هذا الباب كاملا، وزوجته مثل العود بجنبه، بعدين سيارة صغيرة لما دخل فيها السيارة هكذا اهتزت، وبعدين هو جالس هكذا، كل نصف يعني ثلثي المقعد الأمامي كله أخذه، لكن زوجته في الطرف جالس هو هكذا. مشكلة هذا. طيب خلاص ان شاء الله. ليلة الزفاف كذا، هذا ليلة ساكيد، هذا يعتبر عذر ليلة الزفاف، بل فيه قول انه يسقط عن الشخص في ليلة الزفاف صلاة العشاء. ايوه، وقيل يجوز له التقديم، وقيل تسقط الصلاة في حقه. هذا كقول شاذ، وقيل انه يجوز له التقديم، يقدم صلاة العشاء مع المغرب خلاص حتى يتفرغ، ولا شيء اذا تزوج سنة غالية يحتاج الى تفرغ شديد، مثل اسنوة يتزوج سنة غالية، الله يعينه. انا اتوقع تاكله خلاص يصير فريسة سهلة، صح يا اسنوة؟ يا ستخاف. إن شاء الله العصر بنقرأ، بنزيد في قرة العين، نقرأ كثير إن شاء الله. تطويل الإمام على المشروع، هذا بعضهم جعله عذر، أنه ينبغي له ألا يطول، رب إمام من عديم ذوق أما بالناس هم. أعذار كثيرة اللي هنا اختصر هنا، لكن لا بأس الأعذار اللي أتى بها هنا قدر لا بأس به، قدر يعتبر لا بأس به. كذلك إذا كان يطول، بعضهم قال من الأعذار ألا يراعي السنن مثلا الإمام، أو يطيل مثلا، لأن الإطالة فيها مشقة. أتى بالقبول القضاء كل سبيل الغفران ذو المؤمنين تقبل منهم القضاء ترى الجمد سر الفاتحة بسم الله.